السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على les adverbes de temps. les adverbes de temps أو ظروف الزمان. فهاد les adverbes de temps هما واحد الكلمات اللي كيعبروا ليا على le temps أو الزمان. فلنبدأ على بركة الله. أولا عندنا après. après كتعني بعد. après بعد. avant qabla avant qabla فبالنسبه لافون كنكتبوها بالتي في اخر الكلمه ولكن لا ننطقها avant qabla aujourd'hui aujourd'hui اليوم aujourd'hui هو اليوم demain demain غدا demain après-demain بعد غد après-demain فدemain هو غد après-demain هو بعد غد après-demain hier أمس أو البارحة hier hier ce soir هذا المساء ce soir هذا المساء ce matin هذا الصباح ce matin هذا الصباح فلو matin هو صباح ce matin هذا الصباح auparavant auparavant كتعني سابقا auparavant auparavant فانتبهوا بالنسبه لاوباغافون كنكتبوها بالت في اخر الكلمه ولكن لا ننطقها auparavant سابقا الادفيرب الموالي aussitôt 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 فبالنسبه الاوسيتو كتعني فورا aussitôt فaussitôt كنكتبوها بدوز اس وبالنسبة للأو كتكون فيها أكسان سيركونفليكس وفي آخر الكلمة كنكتبو تي ولكن ما كنطقوهاش أوسيتو بيانتو بيانتو كتعني قريبا بيانتو بيانتو فبالنسبة لبيانتو هنا أيضا أو كنكتبوها بالأكسان سيركونفليكس وتي في آخر الكلمة ما كنطقوهاش فنكتبوها ولكن لا ننطقوها نقول بيانتو bientôt depuis depuis كتعني منذ depuis depuis منذ فهنا ايضا depuis نكتبها بس في اخر الكلمه ولكن لا ننطقها depuis منذ déjà 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 كتعني سابقا déjà déjà désormais désormais فdésormais كتعني من الان فصاعدا désormais فبالنسبه لdésormais ف e نكتبها باكسون ايغو وفي اخر الكلمه نكتب اس ولكن لا ننطقها désormais من الان فصاعدا dorénavant dorénavant كتعني ايضا من الآن فصاعدا فديزورمي ودورينافون فبجوجهم كيعنيو من الآن فصاعدا دورينافون فبالنسبة لدورينافون هنا أيضا أو نكتبها بأكسون إيغو وبالنسبة للتي فنكتبها في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها فقلنا بالنسبة لديزورمي ودورينافون فكلا الكلمتين كيعنيو من الآن فصاعدا لونتون لونتون longtemps longtemps كتعني منذ وقت طويل longtemps maintenant maintenant الآن maintenant يا الآن maintenant parfois 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 فهنا أيضا parfois كنكتبها بإس في آخر الكلمة ولكن ما كنطقوهاش parfois كتعني بعض الأحيان في بعض الأحيان
Parfois, parfois. Quand, quand, quand. فهنا كون كنستعملوه للسؤال عن الزمن كيعني متى, متى, quand, متى. Toujours, toujours هي دائما. Toujours, فبالنسبة لتوجور كنكتبوها بأس في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. Toujours, دائما. Tard, tard, كتعني متأخرا. Tard, فالتار كنكتبوها بالد في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. Tard, متأخرا. وطو هي مبكرا. طو, طو, مبكرا. فهنا أيضا طو كنكتبوها بالت في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. طو. وبالنسبة للأو ففيها أكسن سيركونفليكس. quelques fois كتعني احيانا او في بعض الاحيان. quelques fois, quelques fois. tout de suite, tout de suite. حالا, tout de suite. à l'instant, à l'instant هي في هذه اللحظة. à l'instant, à l'instant في هذه اللحظة. à présent, à présent, في الوقت الحالي. à présent, à présent. jadis, jadis, فهنا اسم اخر الكلمة ننطقها نقول jadis كتعني سابقا. jadis سابقا. d'abord, d'abord, اولا. d'abord. Entre-temps, entre-temps. Fa entre-temps كتعني في هذه الأثناء. Entre-temps في هذه الأثناء. Plus tard, plus tard. Fa plus tard هي فيما بعد أو لاحقا. فيما بعد. Plus tard. Jusque-là, jusque-là. حتى هنا. Jusque-là, jusque-là. Pendant, pendant, أثناء, pendant. Ensuite, ensuite, بعد ذلك, ensuite, بعد ذلك. Pour le moment, في الوقت الحالي أو حالياً. Pour le moment. Puis, puis كتعني ثم. Puis, puis ثم. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا لي زادفيرب دو طون. فما تنساوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.